أقامت مدينة الملك فهد الطبية فعاليات اليوم التوعوي للجلطة الوريدية بمشاركة أكثر من 17 قسما من داخل المدينة الطبية وخارجها، وتهدف الفعالية إلى التثقيف بالجلطات الوريدية وخاصة المرضى المصابين. المزيد من التفاصيل مع الزميل أحمد ثنية. معا ضد الجلطة الوريدية، شعار أطلقه فريق تخثر الدم بمدينة الملك فهد الطبية ضمن فعاليات اليوم التوعوي للجلطة الوريدية. وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج المدينة التوعوي والتثقيف للحد من الإصابة بالجلطات الوريدية، وتستهدف هذه الفعالية المرضى المنومين وعامة الناس. اليوم الثاني التوعوي للجلطة الوريدية طبعا ينظمه فريق تخثر الدم التابع لقسم التخصصات الباطنية في مدينة الملك فهد الطبية، طبعا بمشاركة أكثر من 17 قسم من داخل وخارج المدينة ممن لهم شأن وعلاقة مباشرة في علاج الجلطات الوريدية. طبعا شعار الحملة معا ضد الجلطة الوريدية، طبعا الأهداف الفئة المستهدفة هم المرضى العيادات الخارجية والمرضى المنومين وأيضا عامة الناس. تهدف المدينة من خلال هذه الفعالية إلى زيادة مستوى الوعي بأحدث أساليب الوقاية والعلاج، بالإضافة إلى التشخيص العلمي للجلطات الوريدية وجعل المريض يتناول وجبة علمية دسمة للتثقيف عن المرض. الوسائل التثقيفية متعددة، تخيل مكتبة من المواد التثقيفية، المطويات، الكتيبات، المنشورات، أفلام الفيديو، وسائل توضيحية، محاضرات، يعني وجبة دسمة من المعلومات حول الجلطة الوريدية، رعاية صحية متكاملة. تخيل احنا ليش اشتركنا كل الأقسام، احنا نقول الآن الطب يعني يلجأ إلى فريق متعدد التخصصات. احنا ما عالج الجلطة انا فقط استشاري امراض تخثر الدم، معي جراح الأوعية الدموية، معي الصيدلاني الكلينيكي، معي اخصائي التغذية، ففريق متكامل احنا حبينا نجيبه كله نحطه مع بعض عشان المريض لما يجي ياخذ صورة متكاملة من جميع الزوايا عن الجلطات الوريدية. حرص القائمون على هذه الفعالية الى تلطيف المسميات والشعارات، فرسمت الجلطة على شكل ورود من باب التفاؤل وزرع الأمل. تبنينا شعار وعاء دموي به جلطة، الجلطة هذه فيها طبعا مكوناتها كريات الدم الحمراء والصفائح وألياف الفايبرين الناتج عملية تخثر الدم، تتحول كريات الدم الحمراء إلى ورود. نقول للناس ترى الجلطة غير مخيفة، بالإمكان السيطرة عليها، بالإمكان الوقاية منها، بالإمكان العلاج. أحمد ثنيان لبرنامج مساء الوطن الرياض. ولتفاصيل أكثر ينضم معنا الدكتور حسام محمد استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة بمدينة الملك فهد الطبية. بداية نرحب بك ببرنامج مساء الوطن. دكتور، لو تحدثنا عن مسببات الجلطات الوريدية وكيف يصاب الشخص بها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الله يعطيكم العافية ومشكورين على تواصلكم معنا خلال هذه الفعالية في مدينة الملك فهد. بداية بالجلطات الوريدية، جلطات شائعة وهو مرض يصيب نسبة لا بأس فيها من الكبار والصغار في السن الحقيقة، لكن هناك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة لتكون الجلطات. الأسباب المباشرة ممكن تفسيرها في أي حدوث أي حوادث تؤثر على الأوردة العميقة في الرجل، كسور او التهابات في الاورده قد تؤدي الى تجلطات. الاسباب غير المباشره، احيانا بعض الادويه تؤدي الى زياده في نسبه التخثر، فيصبح الانسان عنده قابليه اكثر لتشكيل جلطات، وهذا الحقيقه بتشوفه بشكل شائع في السيدات اللي يتعاطوا حبوب منع الحمل، بعض الامراض زي الامراض الاورام باشكالها المتعدده. وجود المريض في حاله سكون او في حاله راحه نتيجه دخوله للمستشفى، نتيجة سفره الطويل بالسيارة أو بالطيارة، هذا يؤدي إلى حالة ركود في الدم. الخوف الأكبر بيصير لما تتشكل جلطات داخل الأوردة العميقة في الرجل ويتم تفليت هذه الجلطات إلى الرئة، وهنا تكمن الخطورة الحقيقة. في كثير من الأحيان المريض يستطيع أن يتعافى منها ويستحملها إذا كان صغير بالعمر، حالة القلب والرئة تستحمل هذا الانسداد الرئوي في الشرايين، وأحياناً قد تؤدي إلى أعراض خطيرة لحد الوفاة.
حنا نقول انه ثالث اهم سبب من الوفيات نتيجه الامراض الشريانيه هي نتيجه الجلطات الرئويه. طبعا التشخيص موجود، القدره على التشخيص الحمد لله متاحه ومتوفره، الخبرات موجوده، الاجهزه لعمل ذلك موجوده، والوعي عند المجتمع وعند الاطباء في مختلف التخصصات الحمد لله موجوده. الفعاليه اللي عملناها في مدينه الملك فهد هي جزء من كثير من الفعاليات اللي تؤدي الى زياده الوعي بهذا المرض، ونامل انه في يوم من الايام نستطيع التقليل وحدوث هذا المرض. طبعا منع المرض هو اهم من الوقايه خير من العلاج زي ما بنقول، وفي عندنا وسائل كثيره تمنع هذا الشيء. نعم. حيثية أخيرة أود أن أتكلم عنها، بعض المرضى عندهم قابلية جينية، يعني هو نفس المريض عنده مرض وراثي مو ممكن يكون، أو عنده قابلية لتشكيل الجلطات نتيجة الاختلالات في أمراض الدم عنده، وهذول عادة تجي بأكثر من شخص مصاب في نفس العائلة، وهذا طبعا نحاول من خلال الهيستوري أو السيرة المرضية الدقيقة نستكشف هذه الحالات، ويعني نحاول نكتشفها ونعالجها ونقلل فرصة حدوث الجلطات عندهم. طيب دكتور حسام، يعني ماذا يتوجب على من يرى حالة مفاجأة لجلطة وريدية، وهل من إسعافات أولية أو إجراء متبع في هكذا حالات؟ الجلطات الوريدية في القدم لها أعراض محلية، يعني تصبح القدم ألم في القدم، ممكن يصير في انتفاخ، ممكن يصير في احمرار، هذه الاعراض قد المريض احيانا يعني يعتقد انها شيء بسيط او عارض. نحن نوصي بالمريض انه يتابع عند الطبيب، طبعا الطبيب المفروض يكون عنده نسبه معينه من الوعي. الجلطات في الرجول خلينا نقول ما هي بخطيره جدا، لكن لها مضاعفات على المدى البعيد وعلى المدى القصير. الخوف الاكبر زي ما قلنا انه هذه الجلطه بفتره من الفترات او بمرحله من مراحل المرض انها يتم انفلاتها من المكان وتذهب الى القلب، الجهه اليمنى من القلب، ومن ثم تذهب الى الرئه، بحيث انه هذا هو المسار الطبيعي للدم انه يذهب من الجهه اليمنى من القلب الى الرئه. شرايين الرئه تصغر بالحجم حسب يعني مرورها خلال الرئه، وهناك يتم الانفلات. فهذه قد تكون خطيره وقد تؤدي الى الوفاه بشكل مفاجئ. حنقول معظم حالات الجلطات الرئويه يمكن تفاديها بالتشخيص المبكر. نعم. وهذا يحتاج فعلا يعني خلينا نقول مرات الاعراض ما تكون 100%، يشعر المريض بحاله كتمه بسيطه او شديده حسب كميتها، لكن كتمه بسيطه، الم بالصدر قد يكون خفيف وقد يكون شديد، واحيانا يشعر بحاله زي ما نحكي شوك اللي هي هبوط في الضغط ودوخه، وانه يعني يطيح ويصير انه في حاله خطر. يعني هذه الاعراض يجب ان تفاديها يعني بشكل سريع، كلما تم التشخيص المبكر كلما تم اعطاء العلاج وتفادي المشاكل المترتبه على هذه الجلطه. في بعض الاحيان تكون الجلطه كبيره بحيث انها قد تؤدي الى حاله يعني قد يحتاج المريض انه ينحط على اجهزه التنفس، وحاله الاكسجين عنده تكون قليله جدا. في هذه الحالات يحتاج الى ادويه لتثبيت هذه الجلطة داخل الرئة، طبعا أدوية معينة بحيث تعطى بالوريد وشوي لها خطورة إعطاها، لكنها فعلا تنقذ حياة المريض إذا كان بحاجة إليها. فاستخدام هذه الأدوية بشكل يعني مناسب بالوقت والمبكر، فهذا قد يمنع كثير من المضاعفات المستقبلية وقد يحمي الإنسان من الوفاة. طيب دكتور حسام، يعني ما هي نسبة الجلطات هذه، الجلطات الوريدية دكتور؟ طبعا احنا ما عندنا قراءه تقول قديش نسبتها بالمجتمع بشكل عام. عم نحاول نعمل دراسه الان، طبعا هذه دراسه يعني يكون مشترك فيها اكثر من مستشفى واكثر من بلد حقيقه، لكن خلينا نقول حوالي 10% من المرضى اللي يموتوا في المستشفى سبب الوفاه عندهم يكون جلطه وريديه. وامراض الامراض التي تؤدي الى دخول المريض للمستشفى تزيد نسبه اصابته بانه يكون له جلطه داخل الشرايين الرئويه او بالاورده العميقه في الرجل وانتشارها الى الرئه. احيانا يتم التشخيص خلال المستشفى وجود المريض، خلينا نقول المريض دخل في حاله لها علاقه بالدم او بالقلب، وهو وجوده في المستشفى عرضه انه يتشكل عنده جلطات. هذه الجلطات قد يتم اكتشافها وقد احيانا تكون بشكل سريع او يتم ما هو بإهمال، لكن لم تظهر بشكل اللي نقدر نشخصه. هذه دراسات عالمية حتى في أمريكا وجدوا أنه أكثر من ربع الحالات اللي تموت
نتيجة الجلطات الوردية لم يتم اكتشافها أو حتى التفكير فيها من قبل ما تحدث. طب دكتور تفضل دكتور. التوعية بالنسبة للمريض، بالنسبة للأطباء بمختلف التخصصات، أعتقد هذا جزء كبير مهم، ومجرد التفكير فيها. أحيانا احنا نقول يجب أن تفكر في هذه، إنه هل هذا المريض عنده جلطة رئوية، حتى لا يعني حتى تكتشفها في وقتها وما تهملها وما يعني تتغاضى عنها، لأنها أحيانا الأعراض ما تكون 100% واضحة، يعني بالوقت اللي يجي فيه المريض أعراض واضحة قد يكون متأخر. فدائما احنا نحكي اذا الشيء ما فكرت فيه ما راح تكتشفه. فاحنا بنوصي الجميع، طبعا حالات يعني المراكز التعليميه اللي عندنا وايام التوعيه اللي عندنا مختلف التخصصات، يعني نامل انه يزيد الوعي بالنسبه لهذا المرض والاكتشاف المبكر له. مستشفيات المتخصصات بمدينه الملك فهد وغيرها من المستشفيات الكبيره في المملكه ولله الحمد الامكانات موجوده باعمقها، يعني حتى عقد الأجهزة موجودة لتشخيص هذه الجلطات والتعامل معها، حتى الأدوية موجودة والحمد لله كل شيء موجود، لكن احنا بحاجة ان نستكشف هذا المريض ونحاول نعالجه بدري. الشيء الأهم من هذا الشيء، المريض لما يدخل على المستشفى اذا ما يوجد عنده مانع لإعطاء الأدوية التي تمنع تشكل هذه الجلطات، احنا نعتقد انه يجب ان يأخذها. واحنا عندنا برنامج في مدينة الملك فهد، كل مريض قبل دخوله هذا السؤال يسأل، هل هذا المريض عنده أي مانع من أنه يستخدم هذه الأدوية التي تمنع تشكل الجلطات؟ إذا لا يوجد مانع مباشرة نبدأ بالعلاج. حتى إذا في مانع لاستخدام الأدوية التي قد تؤدي إلى النزيف، أحيانا أكثر مشكلة هذه الأدوية هي أدوية سيولة، وهي تجعل الدم يعني في نسبة سيولة معينة والخوف منها أنها تعمل نزيف. إذا كان المريض عنده نزيف أو قابلية للنزيف، في طرق أخرى ميكانيكية قد تساعدنا انه نمنع حدوث الجلطات داخل الرجل، يعني سواء كان المسدات المعينه على الارجل او من نبذ المريض شغله في رجله لتعطي ضغط هوائي يعني متكرر ومختلف القوه، يعني حسب الرجل، بحيث انه يضل الرجل متحركه. نعم. زائد المريض اذا بيقدر يتحرك، توصيه فعلا انه يتحرك في اقرب وقت ممكن. نواجه هذه المشكله احيانا بعد العمليات، بعد العملية تعرف بحاجة إلى راحة، بحاجة إنه يوجد السرير. أعتذر على المقاطعة دكتور، ليس لدي وقت. كان معنا الدكتور حسام محمد، استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة بمدينة الملك فهد الطبية. شكرا جزيلا لك.